السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم زملائي زميلاتي الكرام. نتابع اليوم إن شاء الله ضمن سلسلة All About Porcelain Laminated Veneer ما بدأناه في الحديث عن تحضير الأسنان من خلال Top 10 Tips About Preparation of Porcelain Laminated Veneer. نتابع اليوم نحكي عن الجزء الثاني في الأبوينتمنت الثانية. حكينا أنه عملنا سياق عمل الفينير أو الوجوه الخزفية إلى 4 زيارات، فحكينا عن الزيارة الأولى من خلال التشخيص ووضع خطة المعالجة، و بدأنا في الجلسة الثانية الحديث عن التحضير. اليوم إن شاء الله نتابع عن الجزء الثاني في هذه الجلسة والحديث عن أخذ الطبعة أو التيك أند إمبريشن، وأيضا عن وضع التعويض المؤقت لحين صناعة الوجوه الخزفية. هنحاول إن شاء الله من خلال 5 نقاط تلخص الخطوات 5 اللي تتعلق بهي الخطوة. قبل أنه نبدأ إن شاء الله المحاضرة بدي أذكركم وأؤكد على حاجتي لدعمكم من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة المحاضرة مع الزملاء، وأيضا اللايك والتعليقات على المحاضرة، كلها بتساهم في نشر الفيديو وانتشاره على أكبر قدر من الزملاء. أيضا بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، على السناب شات، على التويتر وعلى إنستغرام. لأي تواصل، لأي استفسار أو اقتراح بسر الحقيقة تلقي أي تعليقات منكم. خلونا نبدأ. بداية الخطوة الأولى في عملية أخذ الطبعة هي بطبيعة الحال تبعيد اللثة أو Gingival Displacement. والحقيقة بالنسبة لتبعيد اللثة هناك العديد من الطرق اللي ما راح نشرحها بشكل مفصل، ربما إن شاء الله يكون لها سلسلة خاصة نحكي عن التقنيات المختلفة في عملية Gingival Displacement. لكن فيما يخص الفينير نحن حنحكي عن تبعيد اللثة من خلال الخيوط. التقنية اللي أنا برشحها واللي هي المفضلة الحقيقة لعمل تبعيد اللثة في سياق أخذ طبعة الفينير هي تقنية التبعيد من خلال الدبل كوردز تكنيك، يعني نعمل خيوط مزدوجة، منحط مثل ما أنا شايفين خيط تقريبا بيكون تريبل زيرو أو دبل زيرو، نستخدمه كخيط أول يدك في السالكس، وبعده بنحط الكورد الثاني اللي بيكون ممكن نحن نستخدم حسب طبعا عمق الميزاب وعرضه، نستخدم 1 or 2 or 3 بالنسبة للكوردز اللي تستخدم في الديسبليسمنت. إن شاء الله مثل ما حكيت رح أحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أكبر من ناحية أنواع الخيوط والمتوافرة في الماركت وكيف نختارها، لكن مبدئيا نحن رح نحكي عن أنه نحن ضروري نعمل تبعيد اللثة قبل أخذ طبعة الفينير من خلال تقنية الدبل كورد. طبعا يساعد جدا أنه نستخدم أداة فيشر أو الألترا باك مثلا من الألترا دين أو غيرها من الأدوات اللي بتساهم خصوصا في دك الخيط الأول اللي هي يعني مهم جدا أنه نحن ندكه بطريقة يكون تحت خط الإنهاء، لأنه فيما بعد نحن حنشيل الخيط الأول ويفترض أن الخيط الثاني يبقى أثناء أخذ الطبعة. طبعا في مواد أخرى لتبعيد اللثة في كثير من المعجين اللي تستخدم في الماركت مثل الماجيك فوم مثلا من كولتين، مثل الأسترينجينت من 3M وغير الكثير، إن شاء الله نحكي عنه في سياق سلسلة خاصة بتبعيد اللثة. طبعا حطيت مقالتين أو دراستين لتأكيد ضرورة عمل تقنية الخيط المضاعف. دراسة أولى لإنرج دوتر إيتال بال 2018 بالجورنال أوف بروستيك دينتستري، دراسة عن استخدام خيوط التبعيد وأيضا معجين التبعيد لعملية الجينجيفال ديسبليسمنت. الدراسة بينت أنه عدم تسبب الخيوط بحدوث انحسار، لأنه كان دائما يعتبر من الدروباكس لاستخدام الكوردز في عملية التبعيد، وأنه من خلال العمل في معمل الأسنان كان بشكل واضح من السهل التعامل مع الفينيش لاين، وأنه يكون يتم تمييزه بوضوح لما أخذنا الإمبريشن مع الكوردز منها مع البيست. دراسة تانية بالإنترنال ميديكال أسوسيشن بلغاريا في جامعة فارنا بال 2009 أكدت هذه الدراسة على أنه الدبل كورد ريتراكشن تكنيك should be standard in preparation of soft and hard tissue for embrasion in fixed prosthodontics. فأكدت على أنه فعلا تقنية الخيط المزدوج داخل السالكس عطتني نتائج أفضل، وبالتالي ممكن اعتبارها واجب وليس خيار بالنسبة لطبيب الأسنان.
بعد ما عملنا تبعيد اللثم نجي للخطوة الثانية. نحن الخطوة الثانية خلينا نستعرض المواد الطبع اللي ممكن نستخدمها مع الفينير أو الوجوه الخزفية. أول شيء بدي أحكي عنه هو ضرورة استخدام اللاصق على التري لحتى ما يحصل نزع أو فصل الامبريشن ماتيريال عن التري. ممكن استخدام كثير من الأدهزف المتواجدة في الماركت مثل الأدهزف من كولتين، مثل ممكن استخدم السبراي في الناس اللي ما بتحب تستخدم الليكويد لضرورات مثلا مثل التعقيم وغيرها، ممكن استخدام سبراي مثل السيلي سبراي. المواد الطبع اللي ممكن نحن نستخدمها في العيادة بالنسبة للوجوه الخزفية هي لازم تكون إما additional silicone، ما منفضل الكوندنسيتينج سيليكون، الاديشنال سيليكون عنده كتير من الخواص من ناحية الدقة، من ناحية المرونة في زمن الصب، وكتير الحقيقة من المزايا الأخرى اللي رح أحكيها بسلسلة خاصة عن الامبريشن ماتيريال وأنواعها، ما رح أفصل فيها من خلال سلسلة الفينير، لكن رح أتعرض على أنه نحن المواد اللي ممكن نستخدمها مثل ما قلنا أديشنال سيليكون مثل الهونجيوم من دي ام جي، مثل الزيرماك من كولزر. طبعا يفضل دائما أنه نحن نأخذ الطبعة بتقنية One Step Two Materials، بنستخدم طبعا باتي خاص، باتي سوفت، مش مثل الباتي اللي بنعرفه القاسي، لحتى يتحلي انه ما يعمل انزياحه كامله لللايت، فما يكون في عندي دقه في التفاصيل. ناخذ القوام الريجولر او الهيفي بالنسبه للاوتوميكس، او الباتي سوفت بالنسبه للمانيوال، وطبعا طبيعه الحال ناخذ اللايت بيكون الواش ماتيريال هي اللايت. بالوان ستيب تكنيك دائما مفضل على التو ستيب تكنيك بالنسبه للفينير. ايضا ممكن استخدام البولي ايتر، البولي ايتر يعتبر ممتاز ايضا من حيث كثير من الخواص، خاصه الاجيال الحديثه منه اللي تغلبت لي على لزجته العاليه اللي كانت تسبب انه يكون في نوع من صعوبه استعماله مع الاندر كاتس وصعوبة نزعه من المناطق اللي بتبقى مثبتة. ممكن استخدامه ايضا بوان ستيب تكنيك تو ماتيريالز، وبيجي بنفس الشيء بنفس الطريقة، عبارة عن هيفي ماتيريال وواش ماتيريال. من أشهر الأنواع عليه هو الإمبريغام، سواء اللي بتشتغل على البنتاميكس جهاز المزج الآلي، أو اللي بتجي بأوتوميكس مع اللايت. بس الأديشنال سيليكون كان بيعاني من مشكلة إنه هو كاره للماء، فكان في مشكلة في المناطق اللي نحن في الصعبة وبيتعذر علينا تحقيق جفاف أو السيطرة على الرطوبة، والإمبريغام ما عنده المرونة والفلوبيليتي اللي موجودة عند الأديشنال سيليكون. فحاولت الشركات أنه تعمل نوع من المزج بحيث يكون عندي مادة يكون فيها مرونة الأديشنال سيليكون ويكون هيدروفيليك مثل البوليئتر، لأنه البوليئتر هيدروفيليك، فهذا بيتحلي دقة عالية حتى مع عدم القدرة على السيطرة على الرطوبة. فظهرت بعض المواد اللي الأشهر منها هو الليزرينز من دينسبلاي، حاولوا يعملوا شيء اسمه البولي إيتر فينيل سيلوكسان، يعني نوع من المواد اللي تعتبر مزيج بين البولي فينيل سيلوكسان اللي هو الأديشنال سيليكون والبولي إيتر. الحقيقة هي تفاصيل ما رح أركز عليها من خلال محاضرة اليوم، اللي رح أركز فيها أكثر على عملية أخذ الطبعة للفينير، وليس يعني عملية أخذ الطبعة بشكل عام. رح أخصص لها إن شاء الله سلسلة منفصلة كما ذكرت. طبعا بعد هيك بنوصل لمرحلة أخذ الطبعة. نحن بعد ما دكينا خيوط الأدرينالين بنشيل الخيط الأول، بنخلي الخيط الثاني داخل السالكس لحتى يوضح لي خط الإنهاء، بننتبه أنه ما يكون متداخل مع الفينيش لاين. بيتم حقن اللايت السالكس، وبنحمل التري بالهيفي او الباتي سوفت وات ايفر الماتيريال والتكنيك اللي عم نستخدمها، اوتوميكس ولا هاند ميكس. بعد هيك بنطبق التري فوق الماده اللايت او الواش ماتيريال، وبناخذ الامبريشن بالطريقه المعتاده اللي بنعرفها كلنا. طبعا في طرق اخرى لاخذ الطبعه، ممكن احنا ناخذ يعني بشكل عام، احنا بالنسبه للامبريشن ما راح احكي بالتفصيل عن التفاصيل تتعلق بالطبعة، بس نحن عنا ثلاث تقنيات. إما أنه نعمل two mixing two step، يعني بنعمل المزج والبريشن للباتي وبعدين بنعمل اللايت عليه بخطوتين وميزجين، أو بنعمل two mixing بخطوة واحدة، وهي مفضلة اللي هي هاي اللي حكيت عنها اللي هي الواش امبريشن. في عنا كمان one mixing وone step، يعني هون نحن عم نحكي عن استخدام المونوفيس أو الميديوم بوديد امبريشن ماتيريال
بس بشكل عام الميديان او المونوفيس انا ما بفضلها مع الفينير. اذا بدنا نستخدمها ممكن نستخدم سبيشال تري وليس ستوك تري. بهالحاله بيتم حقن الماده داخل السالكس وبتم وضعها او تحميلها على التري وبتتاخذ بمزج واحد وخطوه واحده. الحقيقه الطبعه دائما ذات التفاصيل والدقه الاعلى هي اللي بتكون مثل ما قلنا تو ميكسينج وان ستيب. مفضل دائما انه نحن نلجا لهي الطريقه في اخذ الطبعه. طبعا بالامكان ايضا انه ناخذ الامبريشن بطرق الديجيتال. كمان انا ما راح اخصص محاضره اليوم لنحكي عن الديجيتال امبريشن، حخصص ان شاء الله ممكن سلسله خاصه. لكن ايضا ممكن نحن ناخذ الامبريشن، وفي كثير شركات متوفره في الماركت كديجيتال امبريشن مثل السيريك، مثل مثلا البلوكام هو الجيل الاحدث منه، مثل الترايوس 3 شيب، مثل البلان سكان، ومثل الايتيرو وغيرها. ان شاء الله يعني مثل ما قلت نخصص هذا موضوع خاص. بس عمليه تاخذ الامبريشن بالطرق الديجيتال عمليه سهله، وكل يعني ممكن الحقيقه نخصص لها محاضره فيما بعد. بعد ما اخذنا الامبريشن نحن بنجي الان لوضع المؤقت. ومن الخطا نحن نعتمد على انه ننتظر عمل الريستوريشن او الفينيرز بدون ما نعمل مؤقت للبيشنت لعدة اعتبارات تتعلق بصحة اللثة، تتعلق بمنع حساسية الأسنان وسلامة اللب، تتعلق أيضا بالمنظر التجميلي وإعطاء يعني الراحة للمريض. طبعا هناك كثير من الماتيريالز الموجودة بالسوق بالنسبة للتمبروري اللي هو عبارة عن سيلف كيور ريزين، فمتوفر كتير من المواد مثل الساكسس من بروميديكا، مثل اللوكساتيم من دي ام جي، ومثل البروتين فور من 3M. عملية او تقنية اخذ او عملية او تقنية صناعة الترميم المؤقت بعد نهاية اخذ الطبعة عملية سهلة. نحن اذا فاكرين حكينا بالجلسة الاولى قلنا انه نحن بنعمل ثلاث قوالب من السيليكون، فواحد منها قلنا نحن بنعطيه نوع من التحزز اللي مساير لشكل اللثة. نحقن نحن مادة المؤقت على التري اللي أخذناه على الواكس أب. بعد ما الفني أرسل الواكس أب عملنا هذا السيليكون. فإحنا الآن لما نجي نحقن التمبروري ميتيريال ونضعها في فم المريض راح تاخذ شكل الواكس اب داخل الفم. حنحتاج طبعا نخليها دقيقه تقريبا وبنشيل وبنبدا وبنعمل نوع من الفينيشينج للحواف اللي بتبقى محتاجه بعض التجريب، وبنحط مسحه كحوليه لتعطيني نوع من اللمعه. بهذا الشكل نحن بنكون اخذنا الامبريشن وعملنا بروفيجنال للمريض بحيث تعطيه نوع من الراحة وتحقق لي أيضا منع حصول حساسية وأيضا سلامة وصحة اللثة لحين جهوزية أو صناعة الفينيرز من قبل المعمل. وهيك بكون إن شاء الله وصلنا للجلسة الثالثة اللي رح نحكي عنها ونتابع من خلال سلسلة الأوباوت لمن الفينير، من خلال التقييم الوجوه الخزفية كيفية فحصها تمهيدا لعملية السيمنتيشن، ونحكي ايضا عن السيمنتيشن والستيبس المتعلقه فيها. فنتابع ان شاء الله في المحاضره القادمه. اتمنى انه اذا المحاضرات عم تقدم لكم فائده انه ما تبخلوا علينا باللايك، ما تبخلوا علينا بمشاركه المحاضره مع الزملاء والاشتراك مع في القناه. هذا الشيء بيحفزنا وبيدعمنا. بشكر استماعكم، لا تنسوني من دعائكم. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.